ازيكم يا حبيبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ طلاب تالتة سنة. بصوا، الوزارة عملت برضه ايديت للبوست. لو احنا جينا هنا للايديت هيستوري هنلاقي ان هم كانوا نازلين بوست 14 8 امبارح الساعة 11 عملوا ايديت. طب ايه هو الايديت؟ ان هم دلوقتي في تالتة ثانوي خلوا لك ايه بقى؟ قال لك ان مادة اللغة الأجنبية التانية من المواد النجاح والسوب غير مضافة للمجموع. طيب هو كده ما جابش ست جورجيا في المواد دي ولا في المواد غير مضافة للمجموع؟ ليه؟ لأنها اتلغت تماما. لو احنا جينا نبص على الصورة القديمة هنكتشف ان كان هنا عندك مادتي اللغة الأجنبية التانية والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والسوب غير مضافة للمجموع. الوزارة لغت الجيولوجيا وعلوم البيئة خالص، وبقت دلوقتي خلاص اللغة الأجنبية التانية اللي هي الفرنش والجيرمان والإيطالي هما اللي بره المجموع، والجيولوجيا ملغية تماما. والكلام ده مطبق على السنة دي اللي هي دفعة 2025. بالتوفيق إن شاء الله.